البعد الإنساني للمقاومة الجزائرية، من أخلاقيات الأمير عبد القادر إلى العمل الإنساني إبان الثورة، هو عنوان الملتقى الوطني تزامناً واليوم الدولي للعيش معاً في سلام. اليوم من خلال هذه الندوة التاريخية أو العمل الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هو راح يغطينا جزء فقط، جزء ولو بسيط عن شخصية الأمير عبد القادر. واهتمامنا كدولة، اهتمام الدولة الجزائرية بهذه الشخصية الفذة، نريد بداية من القرارات التي تم إزدائها بإنجاز فيلم كبير، فيلم ذي بعد دولي عن شخصية الأمير عبد القادر، فهو على الأقل دين وعرفان من الدولة تجاه هذه الشخصية. إن تكريسها اليوم 16 ماي هذا 16 ماي كما تعلمون جاء بمبادرة من الجزائر، ولم يكن ذلك إلا ترجمة لمواقف وسلوكات دأبت عليها الجزائر عبر تاريخها الطويل، وهي مواقف وسلوكات ومبادئ قيم عليا يأتي في مقدمتها مبدأ عدم تدخل أو التدخل في شؤون الغير إلا من أجل تحقيق الأمن والسلام والعيش الكريم للأفراد والشعوب. معالم القانون الدولي الإنساني تجلت في شخصية الأمير عبد القادر عبر مسيرته الحافلة بصور التسامح والإنسانية، فبدافع الإنسانية والمبادئ السمحة للدين الإسلامي دفع الأمير بحكمته الضرر عن المسلمين والمسيحيين معا. Il y a plus de 150 ans deux hommes, l'émir Abdelkader, algérien musulman, Henri Dunant, suisse chrétien, partageaient une même idée issue de la matrice humaine, relevant de la nature sacrée de la dignité humaine. Un idéal inédit, révolutionnaire, protégeant les prisonniers et assumant pleinement ce principe, qui se résume ainsi. Tout soldat, hors d'état de combattre, qu'il soit prisonnier ou blessé, devait être épargné, soigné et protégé sans discrimination. التزام الأمير عبد القادر بالمعاملة الإنسانية لأسرى الحرب نقطة رسخت مبادئ القانون الدولي الإنساني، استطاع الأمير أن يمنح من خلالها درساً في معاني الإنسانية.